مساء الخير عليكم شبابنا الجدعان في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شباب بلدنا. وبحب ارحب بزميلتي اللي بتشاركني تقديم الحلقة النهاردة، اهلا بيكي يا دينا. اهلا بيكي يا هاجر، واحب ارحب بمشاهدينا اللي متابعينا النهاردة. الموهبة هبة من ربنا سبحانه وتعالى، والمهارة بتطويرها والشغل عليها بتبقى شطارة. والمواهب الغنائية اللي معانا النهاردة مواهب رائعة جدا ومتميزة جدا، كان عندهم الموهبة اشتغلوا عليها وتميزوا فيها. خلونا نرحب بضيوفنا اللي بيشرفونا النهاردة. اهلا بيك عبد الرحمن ابراهيم وعبد الرحمن شرقاوي، منوريننا في شباب بلدنا. اهلا بحضرتك يا فندم. احب ابتدي بعبد الرحمن الشرقاوي، عايز اسالك احكي لي كده اول مرة تكتشف ان انت اللي عندك ديت موهبة وعايز تحترفها ومش مجرد دندنة بندندنها وخلاص. هو انا ما اكتشفتهاش، هو اللي اكتشفها والدتي ربنا يديها الصحة، يا رب. هي اللي اكتشفت فيا الموهبة دي من وانا عندي 3 سنين، بس لما كبرنا طبعا الصوت اتغير فبدانا نحاول نطور منها لغايه ما الحمد لله يعني بقينا. اوجه لها شكر كده من خلالنا. طبعا بشكرها، واي حاجه انا وصلت لها واي مكانه هوصل لها بعدين هي الفضل فيها. ربنا يخليها لك يا رب. خلينا نسال عبد الرحمن، الشغف والموهبه من وانت صغير كانوا عندك الغنى، فلو الغنى ده تحب تجسده في كلمه هتكون ايه؟ يعني نقدر نقول ان هو رفيق روحي، يعني رفيق دربي وكل حاجه بالنسبه لي. جميل جدا شبابنا الجميل، منورنا النهارده. منور. عايزين بقى نبتدي، احنا جايين النهارده عشان نسمعكم، فسمعونا حاجه ان شاء الله. نبدا بعبد الرحمن، اتفضل. ان شاء الله نسمع حاجه بسيطه كده لعبد الحليم، انا من تراب. اتفضل. علمني أثبت ولو زال الجبل وانشق، إلهمني يا رب، علمني يا رب، يا رب سبحانك، يا رب يا رب يا يا
سبحانك. الهمني حب الخير والجمال، واحنا في فقره جمال بموهبكم الجميله النهارده بجد. هايل هايل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن بقى الشرقاوي، سمعنا صوتك. طبعا انا هنغني ان شاء الله ما بين البر والتاني، محمد قنديل. الله كبير طبعا محمد قنديل. الله الله. هي مش معروفه قوي للناس كتير بس انا يعني بحبها جدا. تمام اتفضل. اتفضل نسمع صوتك. ما بين البر والتاني مع الخلان ووحداني، ما بين البر والتاني مع الخلان ووحداني، أودي واجي حبيب لحبيب ومين لحبيبي وداني، ما بين البر والتاني والتاني، حكايتي في الهوى حكاية لغير البحر ما احكيها، ولما يعدوا ويايا عن الاحباب اخبيها، واشوفهم نالوا امانيهم واقول يا رب هنيهم، ولا تشمت عزل فيهم واروح وارجع لحرماني لحرماني لحرماني، أودي وأجيب حبيب لحبيب ومين لحبيبي وداني، ما بين البر والتاني والتاني، مر من الصبر صبري وانشغالي عليها، وحرم القمر لما يحن قلبي إليها، وفرحة العمر لما تشوف عيني عيني، تايه ما بين السماء والمية في غياب، وغارق في بحر الهوى ما تحوشني إلا إيديك، أودي واجيب حبيب لحبيب ومين لحبيبي وداني، ما بين البر والتاني والتاني. هايل هايل يا عبد الرحمن، صوتكم رائع واكثر من رائع كمان. انا شايفه ان طبقات صوتكم قريبه من بعضها، يعني بتعملوا حفلات مثلا تفاعل الجمهور معاكم بيبقى ايه؟ طبعا انا كنت عندي حفله امبارح في مسرح الجمهوريه في دار الاوبرا، والحمد لله يعني كسر الدنيا يعني. اول واحد دخل وراح العالم. ايه الاحساس اللي بتحسوه يعني ما غنيتوا اول مره على مسرح؟ ده كان بقى ده كان ايام ثانويه عامه. صحيح انا لسه ايام بقى. انتوا بادئين من بعد، مش حابين تعملوا حاجه الفتره الجايه سوا مثلا؟ لان اليوتيوب بقى سلم بدايه المواهب، مش حابين مثلا تعملوا موهبه سوا اليوتيوب قناه؟ ان شاء الله بنجمع افكار. ان شاء الله نسمعكم اكتر من كده، صوتكم اكتر من رائع. كان في سؤال نفسي اساله لك، عرفت ان في حفله من حفلاتك وانت بتغني كان في بنوته وراك بتزغرط، كان ايه شعورك واتكسفت ولا؟ لا ما كسفتش، بس هي كان التفاعل في الوقت في توقيت مناسب جدا، كنا بنغني اغنيه قديمه، ولكن الوقت مع اللي هي زرغطت فيه كان جميل جدا، مع الناس عامل تفاعل وعامل الناس كانت مبسوطه، بس انا ضحكت بس مسكت نفسي وانا بغني. ما نسيتش الاغنيه ولا اي حاجه؟ لا الحمد لله يعني الحمد لله. الحمد لله كان مركز يعني الحمد لله. طيب تمام. انت ايه اكتر فرقه دخلت فيها وحسيت ان انت اثرت في الناس
واتفاعلت معاك قوي. انا عارفه ان انت طبعا غنيت في فرق كتير، فقول لنا اكتر فرقه. هي فرقه امبارح، فرقه الحان الشرق، قياده الدكتور منال عفيفي، معانا في كليه الرياضه السكريه طبعا. طبعا مجلات اكبر تحيه لان ليها فضل كتير ان انا كنت على المسرح امبارح، ودكتور مصطفى محمود المايسترو الكبير طبعا، ودي اكتر فرقه انا ارتحت لها. وكانت الحفله امبارح فيها تفاعل كتير جدا، والاغنيه كمان كانت مناسبه جدا للوقت وللمكان، والحمد لله يعني لقت اعجاب الناس. طب عايزين نسمع منكم بقى طب ليه حاجه شبابي كده بسيطه. طبعا طيب نسمع يا فندم. اتفضل. حاجه لعمر منيب بسيطه، بس حاجه كده كوبليه صغير عشان عبد الرحمن الوقت البرنامج طبعا. خد وقتك. اتفضل. نسمع جيت على بالي لعمر منيب. جيت على بالي كده من كام يوم، قلت اما اسال فينك، وكلام بيني وبينك ما اقدرش انسى ايامي معاك، وبتوحشني عليك تريرا. طب سلم لي على عينيك الاتنين، ده لحد ما نتقابل مهما الواحد قابل، عمره ما ينسى اعز الناس، لا ما تقول مش نسيك يا ده. انا دايما اقول يا حبيبي يا ريتني معاك، وانا لو مشغول ما اقدرش في يوم انساك، بس الايام واخداني زي ما واخداك. انا دايما اقول يا حبيبي يا ريتني معاك، وانا لو مشغول ما اقدرش في يوم انساك، بس الايام واخداك. يا عبد الرحمن هايل جدا، امتعتونا النهارده، امتعتونا وانبسطنا بيكم جدا، ونفسنا نشوفكم في حاجات تانية اكبر، وان شاء الله نستضيفكم المره الجايه تكونوا في مكان تاني خالص ان شاء الله. وباذن الله عايزين كمان نحضر حفلاتكم الكبيره، صوتكم هايل واكثر من رائع، امتعتونا النهارده. طيب بس ممكن نسمع منك حاجه صغيره خالص؟ طبعا. تمني فجاه افتكر انا فنان كبير طبعا تامر حسني. ماشي. كوبلي صغير عشان الوقت. فجأة افترقنا وفرقنا، سرقنا من حضن بعض، بعد اتفاقنا ووفقنا، القرب اتغير لبعض، سافر نصيبي بحبيبي وكأن مفيش بينا وعد، واللي انا رتبته وبنيته ما اتهنتش بيه، قلبي اتلخبط في حساباته مستعجب مش لاقي حل، مرمي في سجون ذكرياته والوحده احساس ممل، نفسي قابله واشوفه تاني لو دقيقه على الاقل، كنت بحبه بجد حتى بعيوبه اللي فيه. شرفنا الشباب الجميل النهارده في شباب بلدنا، بجد استمتعنا بيكم جدا، وكان نفسنا نطول معاكم، بس احنا وصلنا لنهايه فقرتنا، وفي نهايه فقرتنا نحب نشكركم نشكركم ان انتم نورتونا النهارده، واشكر زميلتي هاجر. استنونا بعد الفاصل مع زميلتي مها ورأفت والمحلل الرياضي اكرم غانم.